ريشاد، وين كنت؟ ما شفتك. ما كنت هون، كيف بدك تشوفني؟ وما رح أحضر عرسك. أنت كبرت مو؟ صرت تعمل اللي بتلاقيه صح بنظرك. مانك بحاجة أخوك الكبير، مانك بحاجة نصيحته، لكن ليش بدي يكون موجود وشو أهمية وجود؟ أنا هون بس مشان قلك شغلة واحدة كارا، أنا دعمتك وساندتك قد ما بقدر بس لأنك أخي، بس من اليوم ما عاد أدعمك لأني ما فيني أعمل اللي عم تعمله. شو عم تحاول تقول؟ شو عم حاول أقول؟ ليش أنت بتفرق معك أصلاً؟ ليش أنت بتسمعني شو عم أقول حتى؟ كنت بدي شوفك شلون رح تحمي مرتك من هالشي؟ بدي شوفك عم ترجع الشرطة، بس أنت ما رجعت الشرطة وضليت ناطر وعم تتفرج وبس، وما عملت شي لمرتك. أنا كان بدي ساعدهم كارا، عن جد كان بدي، كنت حابب وقف الشرطة، بس أنا ما قدرت أعمل هالشي. كيف بدي وقفه؟ هنن شو بيقربون؟ الكل كان عم يسألني أنت ليش عم تتدخل، شو دخلك فيهم؟ وما عملت شي. ما قدرت ساعدهم. أنت بتكون زوجها ومن واجبك تحميها ولازم تحترمها. فكر أنك زوج؟ هدول أهانوا مرتك قدام عيونك وأنت ما عملت شي، وحتى مو بس هيك، الشرطة أخذتها قدام عيونك وأنت ما عملت ولا أي حركة. كاران ليش ما عملت شي؟ أنا ناطر أنه أخي يوقفهم، ناطرك توقفهم لآخر لحظة، بس انتظاري كله راح على الفاضي وما استفدت شي، وأخي ما عمل شي أبداً. كاران أنا بدعمك، ورغم كل أخطائك بحياتي ما انزعجت منك، كنت دائماً قلك ما تخاف من شي، كنت دائماً قلك أني راح ضل حدك شو ما صار، وأني راح أتحمل كل شي بيطلع منك وأتحمل كل أخطائك قد ما كانت، وضل عم بدعمك. بس أنت اللي عملته اليوم جرحني كتير يا أخي، يا ريت فيني ورجيك قديشني تعيس بسببك أنت. لازم تعرف أنه أنت اليوم جرحت أخوك اللي بيحبك كتير، وما حدا بالدنيا كلها بيحبك أكتر مني، بتعرف هالشي، وفوقها جرحتني كارا. أنا بضل بقول أنه أخي بطل، دائماً بقول للعالم أخي نجم، هلأ شو بدي قلهم؟ قلي جاوبني، شو بدي أحكي؟ بتحب قلهم أنه الشرطة أخذت مرته قدام عيونه وما عمل شي، هذا هو بطلي، هاد نجمي، بتحب قلهم هي؟ تركتني قلبي مكسور، ما فيني حتى قلك اني بكرهك كاران، لانه بالنهاية انت بتضل اخي اللي بحبه، ما فيني قلك هالشي ابدا. شفتك انت وصغير، بعدين شفتك وانت عم تكبر، وبهالوقت امتى ما غلطت انا اللي كنت ضمك، لهيك انا ما فيني قلك يا اخي انا بكرهك، او قلك ما رح حاكيك، ما فيني قلك هيك.